هو يوم الشهيد المحارب القديم. إن يومنا هذا هو يوم تكريم الضباط وأسر شهداء الجيش والشرطة. ويطيب لي أن يكون احتفالنا هذا لمسة وفاء لإخواننا الشهداء الذين سبقونا بالإيمان، إخواننا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله أولا ثم في سبيل الوالد، إخواننا الشهداء الذين شروا أنفسهم لله انطلاقا من حب الله ثم حب الوطن، فكانوا في الناس رجالا وفي الرجال أبطالا وفي الأبطال أمثالا. عندي عبد الحميد سؤال. علي محمد محمد. علي محمد محمد.